تشاهدون هذا البرنامج برعاية خافيبس. مشاهدينا مرحبا بكم في حصتكم طيب معنا، الحصة اللي تعودتوا عليها اللي كل مرة توري لكم أطباق بيانشير رؤوف اللي يجيكم سهلين وتاني بنان. رؤوف مساء الخير عليكم. مساء الخير. مساء النور. صافا صافا بيان الحمد لله. الحمد لله. وجبتنا اليوم عندي اون اونتخي سويت ديسير كيما عودناكم. كوم اونتخي عندنا اون سالاد كومبوزي راح نستعملوا فيها لا ليتشو، عندي هنايا الزيتون كحل، بصل وفلفل، عندي اريكو فير، وعندي تاني هنايا موتزاريلا، طوماط سيريز، زيتون خضر اي ويل دوليف. فوالا هادوما بور لونطري تاعنا، السالاد تاعنا. اي بور لا سويت تاعنا اللي هي غراتان تاع السلق او بولي، راح نستعملوا فيه هنايا دي ترونش دو بولي راني ديجا طيبتهم. عندي هنايا السلق، زوج ربطات تاع السلق راني غليتهم في الماء. عندي كريم ليكيد، هادوما بور لا سالاد بلوتو بور لو غراتان تاعنا. اي بور لو ديسير هاجر راهو فريمون ساهل، اللي هو طارت اناناس، راهي حاجه خفيفه. راح نستعملوا فيها هنايا صفار البيض، فارينا، حليب، سكر، وعندي هنايا تارتلات، اون تارتلات بريزي، يعني طارت بريزي، وعندي هنايا دي ترونش تاع اناناس. اوكي، مرة نخليكم تروحوا تشوفوا الاطباق تاع اليوم كاع واش عندنا، وما تبدلوش، عاودوا رجعوا لنا. مشاهدينا رجعنا لكم من جديد، ورايحين درك نوجدوا معكم الديسير نتاعنا. هذه المره راح نبداو به خاطر يشد لنا شويه الوقت ياك باش يطيب. فوالا بون، هو ما يشدناش بزاف الوقت برك، لا كريم باتيسير لازم تبرد، لازم تريح، دونك حنايا اون بروفيتي نبداو به. فوالا دونك بور الديسير هذا اللي هو طارت سيترون، راح بلوتو طارت اناناس. انا متشهي طارت سيترون هاجر. فوالا عندي طارت اناناس، راح نستعملوا فيها هنايا لا كريم باتيسير، لا بات بريزي، اي عندي هنا لي ترونش داناناس. Pour la crème pâtissière, عندي هنايا 3 تاع صفار البيض، 80 غرام 80 غرام تاع سكر، عندي هنايا 40 غرام تاع لا فارين، فوالا، وعندي هنايا 40 سنتيلتر تاع الحليب، فوالا. هادو مهاجر اللي حنا نبداوهم حنايا افون تو، يعني باش نقول لكم باللي لو ديسير هذايا راه تحبوا هنايا كي تبريباريو لا بات بريزي تاعكم، هذه راه متواجده لا ريسيت تاعها في الصفحه تاع الفيسبوك وطريقه التحضير. حنا واش راح نديرو، نوجدو ديجا لا بات تاعنا، يعني مور ما نوجدو لا كريم باتيسير وطيبت وتبرد، حنا ما راناش نعاودو نديروها في الفور، يعني لا بات تاعنا راهي ديجا طايبه. فوالا اوكي، درك نسمى نوجدو لا كريم تاعنا. برك فوالا نوجدو لا كريم تاعنا. حنا باش كي نبداوها واش نديرو، عندنا نحكمو الكاسرول، نديرو الحليب تاعنا يسخن برك، ما يغليش، يغلي ليجر، ما ماشي حتى لوين يغلي بزاف. فوالا دونك حنا واش نديرو، هاجر نحكمو ان بول، نديرو فيه 3 حبات بيض نتاعنا، صفار البيض، صفار البيض، فوالا 3 تاع صفار البيض، وعندي هنايا 80 غرام تاع السكر. السكر فوالا، هادوما اللي نبداو بهم ديماج تاع لا كريم باتيسير. عطيني هذاك الفويل لهنا، هذا ايوا فوالا. نبداو دوكا نخلطو مليح، هي مليحه في كي نبداو السكر والبيض، كي نبداو نخلطوهم لازم لا كولور تاعها هاجر تكون رايحه للبيض. علاش تكون رايحه للبيض؟ يعني السكر تاعها الا دخل بيان مع البيض وراهم مخلط مليح معاهم. نقدروا نديروا سكر غلاس في بلاصه يا دو بريفيرونس، نديروا هذا السكر هذا. والبيض البيض الحليب تاعنا راه يسخن، الحليب تاعنا راهو يسخن. حنايا دوكا هاجر تحبوا ما تزيدوا شويه لافاني فيها ولا كيما تحبوا، ولا زاست، ولا زاست، فوالا على حساب ليكم نتوما. كي تبداو الديسير عندكم كيما يقول لك لا باز تاعها راهي تبدا، تحبوا تزيدوا لي ديسير، تحبوا ديروا دي نوا، تحبوا كيما تحبوا فيها، يعني كي تكون الديسير تحبوا ديروا هذاك لو زاست تاع لورانج ولا تاع السيترون فيها. فوالا بدا يروح لنا ديجا البيض، فوالا راه بدا يروح لنا البيض.
سمحت ندوبو السكر هذاك مليح في الصفار تاعنا. فوالا الصفار تاعنا لازم تعرف مولفه دير انت يا لي طاخ عبد مولفه واش مولفه طاخ ما نديرهمش واش لا طارت تري تاعك باش لا بروشين فوا ان شاء الله نديرها لك. نبغي ماشي طاخ انا نبغي تشيز كيك. على بالي بلي تحب تشيز كيك درته لك عجبك. على بالي بتحبي شيكولا دير واحد المورسو قدنا عاد زعما تعبوا هي واحد يدوق وخلاص خير من والو. اشبعناك تسمعني انا ما نسمعش قلت لك ما نسمعش انا غير ما كان هذه لي السباب هذه واللي كيف كاع راه يتسنى ماشي غير انا راني نشوف فيهم راني نشوف فيهم فوالا دونك راهي ولات لنا الصخت راحت البيض يا سيدي فوالا راهي دركا نزيد لها لافارين شويه البيض دوكا هاجر واش نديرو نزيدو لافارين تاعنا فيها لا هاد الشيء ما راهش رايح يروح لاكاسخول داكور يعني حنا رايحين اللي راه في لاكاسخول الحليب تاعنا كي يبدا يغلي اللي نزيدوه لهنايا اوكي فهمتيني فوالا وكاين بليزيور ميثود كاين اللي يحكم لا 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 هاد لي لا بات هادي يديرها سيغ اون كاسخول حنايا باش نيفيتيو لي غرومو اي تو فوالا. شفت الناس كيفاش يخلطوا شفت تعلم تعلم مني نشوف انا الحليب بدا صافا بدا يسخن الحليب صافا هادي قلت نخلوها ترتاح ياك نخلوها ترتاح ماشي ترتاح نخلوها يعني تبرد باسكو الحليب تاعنا راه سخون فوالا عطيني هادي الفويل سي بون نحسنا نخلوها هادي ومن بعد شدي تشوفي الفويل باك يطيح لك مسحو بيان ما تسحقوش سي بون الفويل نديه نقعد هكذاك حاصله باش ها ما يجاوبكش كاع تقعد هكذاك حاصله به الفويل دوك شوفي اذا سحقوا ولا لا هي صح الكمال انا بلاني اللي استعملت لا سباتول باش نمسح لي بورتا باش ما يلصقوش دوكا نخلطو فوالا سي بون فوالا نخلوها دوكا تريح دركا نخلوها يسمى مام الحليب يقعد يبرد شويه قبل لنا حنا هادي شوفي هاجر حنا واش رانا حين نديرو دوك هي كي راهي هكذا حنا دوكا على استعملنا هاد لا ميثود فهمتيني استعملنا هاد لا ميثود هاجر باش ما يتشكلوناش دي كريمو في لا كريم باتيسيير وباش ما يتحرق لنا والو فيه دونك على بها اللي الحليب تاعنا سخناه درناه في هاد البول نخلوها تريح مي نعطيكم اون استيس مليحه مليحه بالبزاف باش نكملوها فوالا باش نكنعب باش نكملو نديرو لا كريم باتيسيير تاعنا حنا راهي ما فيهاش دي كريمو ما راهيش مشكله فيها لي كريمو حنا واش راني حنديرو نعاودو نردوها سوغ اون كاس سوغ لا كاسرول يعني نعاودو نحطوها في لاكا في الكاسرونا باش تعقد لنا وتكون شايده روحها وتما كنخلوها تبرد تريح ونديروها حنايا في طاخت لي طاخت تاعنا لا بات بريزي تاعنا افيك اناناس فوالا ومن بعد نديرو الاناناس هي الاولى ومن بعد حنا نديرو الاناناس داخل مع لا كريم باتيسير ومن الفوق نديرو اناناس فوالا صح انا حبيت نديرها لك اون جوست باش نوريكم فهموكم كيفاش يديروا لا كريم باتيسير هاد دو ديسار هذا على بها راهي صغيره انايا يدير بالحبه ومن بعد يقول لك انا درت لك اش فار هذه قط ما تشبعش واش انتم بعد حدوقيها معليش خليكم تروحوا تشوفوا المقادير نعاود نرجعوا لكم مشاهدينا رجعنا لكم من جديد ودركا رايحين طيبوا معكم لاسويت نتاعنا اللي هي غراتان عندنا بالدجاج والسلق فوالا غراتان تاع الدجاج والسلق رانا ديجا حنايا بريبارينا تاع البولي تاعنا باش نربحوا وقت حنا واش رايحين نستعملوا فيه حاجه عندي هنايا صدر تاع الدجاج واحد فوالا عندي هنا ثاني فروماج موتزاريلا تحبوا ديروا اي نوع تاع فروماج فيه وعندي هنايا السلق اللي راني غليته في الماء والبيان تحبوا تفوروه فوالا باش يكون هكذا راني استعملت فيه هنايا زوج ربطات تاع السلق ما فيهش الملح ولا حاجه والو ما فيهش الملح في الماء كي غليت السلق تاعي اللي درت له فيها الملح وعندي هنايا 40 سنتيلتر تاع كريم ليكيد فوالا دونك هاجر حنا واش راح نديرو السلق نقدروا ثاني ندبلوه في الزيت بالمقله نقدروا واه نقدروا دونك حنا واش راح حنا ما راناش حندبلو باسكو ديجا راه
اوكي. لا على بالنا هذا سيبون. وان جوستومون نقدروا هكذا كيما راه نحكموا الثوم نديروا مع زيت زيتون ونقلوه معها يمكن هكذا تاعك يعني باش نكملوا لا كويسون تاعو مليحه هذه ثاني لازم نجربوها. هي كيفاش شاك فوا كي حنايا نطيبوا السلق تاعنا ولا شاك ليغوم اللي فيه دي كولور حنا باش يبقاو لي كولور تاعو ملاح واش نديروا حنا ديك الغليه تاعو خلاص نحوه من الماء حنا واش نديرو نوجدو ان بول يكون فيه الماء بارد نحطو فيه السلق تاعنا بوغ ستوبي لا كويسون يعني ميم لي لوبيا ماشطو تاعنا ايتو جينيرالمون عتو نصيبو هذيك لا كولور ماشي خضراء اي صح شغل مذباله بزاف يعني حنايا باش يبقى الكوتي كروكون تاعها ويبقاو لي فيتامين تاعها فيها باش نقول لكم بوغ ستوبي لا كويسون يعني ممكن كي نحوها من النار تكون ديجا وحدها راهي طيب من الداخل سي بوغ سا لا كولور تاعها تروح فوالا دونك هاجر حنا واش نديرو نحكموه كريم ليكيد تاعنا فوالا نحطوها فوق النار نحطوها تسخن نديرو فيها الملح فلفل الكحل نزيدو فلفل الكحل فيها حنا نديرو هادي لا كريم ليكيد باش تعقد لنا حنا واش نحطو تاني فيها سلق 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 فوالا نزيدو نديرو كلك مورسو دو فرماج فيها حنا حين نزيدو نديرو فرماج من الفوق دونك حنا حين نديرو نص نص يعني الفرماج هذا راح يذوب دوكا هاجر راهي تبان مليحه اه تبان هايله اي تبان هايله مخاف بعدا كي نذوقو نشوفو نعم على كراميل فخوماج اي تو دوك كي تعقد نزيدو هاد البولي سان بون كيما نقولك سان بون ميلونج دوكا نحكمو لي ترونش دو بولي تاعنا راه ديجا طايب واش نديرو نقطعه فوالا هكذا بولي راك شغل شاويه شويتو في الدجاج فوالا اه بلوتو شويتو في الدجاج شويتو في المقلاة ما درتش فيها الزيت ولا يعني خير كيما المقازن تكون سخونة حطيت لي طرونش تاع البولي تاعنا فيها باش يتحمروا هي هاد لا غوسيت مليحة سورتو الناس اللي ما يبغوش السلق اه كاين بزاف الناس ما يبغوش السلق سورتو كي يصيبوا فيها الفرماج ايتو ينساو بلي هم ياكلوا في السلق اه سورتو تاني كي زدنا درنا فيها لا كريم سي اكسيلون صح فوالا انا جامي جربته بهاد الطريقة هادي اه دوك يعجبك حنا برك دوك تشوفي ان شاء الله دوك تشوفي حنا دوك هاجر واش نديرو نحطو كلش هنا يطيب معاها حتى لوين لا كريم تاعنا تولي عاقده اوكي هذا هاي بانها هاي ان توكا رؤوفي الماكله اللي عاد يطيبها شهيك فيها يشكر في روحه وبغتجي عليه باسكو مين داك انت دايما ما كلتي تجي بنينه مي بون زعما صح تجيبني انا خفيفه انا خفيفه وسهله كي كل حاجه تطيب وحدها وكل حاجه تمد انا بور موا صار لان سيكريت ان بون ميلونج سي كل حاجه ديجا راهي تطيب وحدها تمد ديجا لو ان غو ديالها ومن بعد راح فو جوست ريسبكتي لا كويسون ديالها ومن بعد كي نخلطوا كلش راح يمد لنا فوالا اون سافور مليحه كيما لو بولي تاعنا طيبنا كاين امهات باردون كاين امهات راهم يدعوا لك بالخير يعطيهم الصحه خاطر قالوا لك بناتهم كانوا ما يطيبوش كيف دار اوف تالمو لي غوسيت ساهلين بزاف ولاو ينوضوا يطيبوا كلش خاطر جيهم سهله حنا رانا هنا لهذا الشيء جوست بور فو فاسيليتي لا كوزين ونقول لكم بلي نقول لكم بلي لا كوزين سي باز اون كورفي ما راهيش حاجه ماشي لازم تكون ان شيف باش تقدر دير هاد لو بلا يعني اي انسان يقدر يدير هاد لي بلا اللي انا نديرو فيهم راهم فريمون ساهلين وان شاء الله يزيدوا يعجبكم اكثر واكثر ان شاء الله دونك هاجر كيما راكي تشوفي الفرماج تاعنا راه داب راكي ملي كي تاعنا راهي بدا تعقد حنا واش نديرو هاجر نخلوها تزيد تعقد بيا وناكلوها ها هكذا كيما راهي نقدروا ناكلوها حنا دوك واش نديرو هاجر نخلوها في الفور تاعنا فهمتيني هكذا راهي لا كريم ليكيد تاعنا نقول نعاود نذكرهم بالمقادير تاعها اللي فيها 40 سنتيلي تاع كريم ليكيد جربطات تاع السلق وعندي هنايا صدر واحد تاع الدجاج راني كل واحد كل حاجه راني طيبتها جي ميلونجي سور اون بوال مع لا كريم ليكيد تاعنا باش تولي عقده تحبوا ما تزيدوا لها الثوم
والملح فلفل الكحلبي ملح فلفل الكحلبي ياسر لي يضل ديروا هذا فوالا هاد الزوج ما نساهمش فوالا الزوج هاد الزوج ما تنساهمش دونك هاجر واش نديروا دوك نحكموه المول درك المول تاع الكغاتا تاعنا فوالا تحبوا ديروا ام بيتي مول صغير ولا تحبوا ديروا طبق عائلي كما راكم حابين فوالا سي بون راهي قادت خلوها حتى تعقد ياك خلوها حتى تعقد دوك نفهمكم هي نخلوها حتى تعقد ومن بعد واش نديروا اون فالا فيرسي في لو مول تاعنا نحطوا لو فرماج تاعنا اوكي نحطوها في لو فور بوندون نقولوا 10 مينوت لو طون وين تشد روحها بيان داخل والفرماج يذوب خاطر ديجا راه كلش عندنا طايب راه كلش عندنا طايب جوست بوندون 10 مينوت في الفور الفور لازم يكون شاعل ديجا 180 درجه صح ونزيدو ما تنساوش الفرماج تاعنا الفرماج تاعنا تاع من الفوق هكذاك باش الفرماج ولا لا شابلور باش بوغ افوار لو كوتي كروستيون فيها وتحمر ثاني شويه من الفوق ثاني بديت نتشهى اون توكا نخليكم تروحوا تشوفوا المقادير ونعاود نرجع لكم مشاهدينا رجعنا لكم من جديد وراح نواصلوا معكم اطباق اليوم درك رؤوف راح يوجد لنا لا سلطه نتاعنا نهار اليوم ياك فوالا لا سلطه اليوم هي راهي سلطه كومبوزي يعني سلطه مشكله راح نستعملوا فيها هنايا دي ليغوم اللي رانا اوشوا لنا خيرناهم راح نستعملوا فيها هنايا عندي شويه تاع اللوبيا مشطو راني ديجا غليتها في الماء حطيتها في الماء بارد كلاصي باش تبقى لي هاد لا فورم وتبقى هاد لا كولور عندي هنايا طوماط سيريز زيتون خضر زيتون كحل عندي بصل فلفل او ليتو زيت زيتون فوالا دوكا هاجر راهي كيفاش راهي سهله راهي خفيفه داك باين كلش مع بعض خلاص فوالا با تو ميلونجيك مع بعض ونديرو كوم فينيغات اون جوست يوتيليزي زيت زيتون ملح فلفل يعني حاجه خفيفه فوالا دونك هاجر حنا تكون عندنا سورتو ثاني دائما في الدار تكون عندنا فوالا حنا واش راح نديرو دوكا قبل ما نخلطو كلش نحكم لا ليتو تاعي تقطعها ما تخليهاش ورق لا ما نخليهاش ورق نقطعها اوكي نقطعها بهذا الشكل نقدروا نزيدوا فيها ثاني لي كورنيشون بيان سور يعني على حسب لي كو تحبوا تزيدوا فيها ما مايس تحبوا ديروا فيها شامبينيون تحبوا ديروا واش تحبوا فيها حنايا وصبنا في الفريجيدار رانا درناه فوالا اذا بغيتو ما ديروش فيها البصل ما ديروش فيها البصل يعني درت غير شويه شويه راه بدا ينقص غير بالعقل بدات تعلمني نقص البصل انا هنا راني داير نص حبه بصل اي المره الجايه ان شاء الله ما كانش كاع هاي خلاص ننسى البصل اي والله انا نسالك بالسيف انا حندير لك كيش تاع البصله بروشان فوا الكيش الومنيوم وكيفاش هذا شنو ضات مازال حطي حمريضه على خاطر مش حاجي فوت لي ميسيون وحدك ولا شوف شكون اللي يدوق لك في التالي خلاص انا ندوق هذيك بون هاجر دوكا عندي لا ليتو راهي واش دوكا واش نديرو البصل والفلفل فوالا عندي ناخذ كالكو زوليف ماشي كاع هادو على نقولوا 20 غرام 30 غرام تاع لي زوليف فرت عندي لي زوليف نوار انا ديجا شللناهم نغلوهم ثاني في الماء ياك باش تنحلهم المروره هذيك فوالا نخليهم في الماء تاعها هما والخضوره هاد الخضوره يجوا حامضين اكثر من الكحل جينيرالمون اللي هتو يطيبوا لي فولوفون يستعملوا الزيتون فيها بيان سور يستعملوا فيها الزيتون والزيتون جينيرالمون في الدار تنصيبوه مالح كاين اون استوس اللي حيديروها باش نحو الملح من الزيتون راح نغلوه جوسكا 3 فوا نغلوه في الماء 3 فوا نحو الماء هذاك نعاودو الماء نغلوهم 3 فوا باش تنحل بيان الملوحيه تاع الزيتون الخضر تاعنا اللي راح يشغل يقتل لوكو تاعنا في مع لو شامبينيون دونك دو بريفيرونس حنايا نديرو له هكذا ميم في الطياب كاين وين يفسد لنا الميزان تاعنا تاع الطياب حنا نكونوا دايرين الملح قيس زعما قيس ومن بعد كي نديرو الزيتون الماكله تاعنا كاع تملاح تزيد الملح باش ما يفسد لنا الميزان تاعنا دونك الزيتون نشللوه مليح فوالا نشللوه بيان كي نستعملوه في واش انا حابين نديروه قبل ما ناكلوه فوالا عندي دوكا لي زاريكو فيغ راهم ديجا مغليين في الماء
C'est une très bonne source de protéines végétales, hein, donc. Alors, un dernier, zit zitoun. Alors, melh. Ou fait le khal fait, hein. Voilà, la salade en a la hirfifa. Voilà, fait le khal. J'ai besoin de la tomate cerise sur place parce que c'est. J'ai une haba. J'ai besoin de la tomate cerise. Surtout pour les salades. Alors, tu as besoin de couper ou de laisser comme ça le genre. Voilà. ديجا الالوان يعطوك لونفي باش تاكل يشهو زيد كما يقول لك الخضره تاعنا تاع بلادنا راهي الله يبارك حاجه دونك حنايا فوالا اون بروفيتي اون دير اون بون سالاد افيك فوالا يعطيك الصحه انت راهي تشهي حنا نخلوهم يروحوا يشوفوا المقادير ونعاود نرجع لكم مشاهدينا رجعنا لكم من جديد وكما راكم تشوفوا الاطباق تاعنا وجدوا وراهم يشهوا كما راكم تشوفوا الديكور تاعهم كلش خلي رؤوف يعاود يقول لكم واش كان عندنا اليوم فوالا نعاودوا نذكركم بلي بلا اللي درناهم اليوم اللي هما سلطه كومبوزي وعندي تانيت كوم سويت غراتان تاع السلق والدجاج السلق والدجاج وعندي تانيت هنايا طارت اناناس فوالا اوكي انا ناس هذه راني ديجا فلومبيتها ايوا راني جيت نهضر لك عليها باش تخرج لنا هكذا فوالا راهي هايله شوفوا لا سالاد نتاعنا اللي درنا فيها لي ليغوم تاعنا اللي هما نشوفوا راه لوبيا ماشطو عندي الفلفل طوماط سيريز لي زوليف تحير واش باغي تهز كاع والله راه غير تحير واش راك باغي تهز بون ايه بيان راهي خفيفه مع الويل دوليف ملح فلفل كحل فيها معليش نكمل بعدا كملت هذا يلا توسخر هاي اللي يعطيك الصحه الله يسلمك نحسوا فريمون الكو نتاع كاع وانا ما دقتش كاع كامل باسكو امبوسيبل ذوقهم كامل لا فينيغريت سورتو تري ريش اون فيتامين هاد لا سالاد ايه فوالا راهي فيها بزاف لي ليغوم عندي هنا نعاود نذكركم السامد عندي هنا البصل فلفل طوماط سيريز زيتون خضر زيتون خضر زيتون كحل تحبوا مام تستعملوا فيها ثاني مايس تحبوا لي شامبينيون لي كاب كما قالت هاجر على حسب لو غو تاعكم فوالا انتوكا هاي اللي عطيك صحه خفيفه سورتو ما نحسولهاش واه خفيفه شوفوا الغراتان تاعنا سخون الغراتان متشوط يا رأوف ما تسلكش مني الغراتان هذا اللي راهي تهضر عليه هاجر سي سون غراتان بريفيري يا عجبك ولا ما عجبكش دوك الجوي هاي خلاص مزيان باسكو هذا هو الغراتان تاع حالي تحبوا هي دونك تحبوا تستعملوا فيه سوا لا كريم ليكيد ولا ديروا فيه لا بيشاميل فوالا هذا غير جربوا هذا بزاف هايل والسلق كاع ما تحسولوش دراري صغار سيغتو اللي يبغوا السلق ما تحسش كاع الكو تاع السلق هايل خاطر الفخوماج ديجا عندنا يطغى على الكو تاع السلق دونك فريمون هايل يعطيك الصحه انا في المره الاولى شوطني بيان سور من بعد نتفاهموا عليها دابا يخرج من الفرن فوالا مي اون جينيرال جات هايله دونك الديسير هاجر باش يجيك ساهل فوالا انا حكمت لا ترونش تاع الاناناس ديالي درتها سيغ اون بوال باش تتكراميليزا على الاكستيريور وتجي نقدروا نستعملوها في لا ديكوراسيون فوالا عليك زيد شويه هكذاك بزاف هذاك انا ولفت ناكل كاع النص على هاجر تعطيني رايك في لاباتيزي هذاك بزاف زيد نحوي شويه ماشي كيما انت يعني يلا ها دوك نقطع لك هاي يلا هاي صحيت فوالا لا بات بريزي هادية سي اون بات سكري يعني ماشي بات صالي ولا ستاندار سي اون بات سكري وتعاوننا تاني في لو ديسير هادايا كي نديرو فيها لا كريم باتيسير وفاش مليحة تاني سيك قلت لكم سوا تحكموا لي ترونش تاع الاناناس تاعكم تخلطوها مع لا كريم باتيسير كي تبرد ونشكلوها ولا تحبوا كيما هكذايا تحكموا لي ترونش تاع الاناناس تاعكم تحطوهم سيغ اون بوال
كارميزيغ شويه ثاني تتماركا غير هكذا باش تسخن وتجي بنينه. فوالا يعطيك الصحه. درك كومونتي درت لك لايك. درك كومونتي تعرف شنو عجبني في لاطارت؟ ماشي حلوه بزاف. اون جينيرال لاطارت لا كريم تاعهم شوفهم بلي حلوين بزاف، مي تبعوا لا غوسيت هذه ما فيهاش بزاف السكر. ان توكا يعني هنا فيها 80 غرام تاع السكر برك. لا لا يعطيك الصحه هايله. ميم الاناناس عطاها زاد لها نكو فريمون هايل. انا نقول لكم جربوا كاع الاطباق نتاعنا، وبيان سور بعثوا لنا ثاني لي فوتو تاعكم. عجبوني ميم ديكور راهم يديروا ديكور هايل. لا لا ميم لا ميم شوز راهم يديروا. صافي بليزير. كملوا هكذا كيما راكم، حنا هذا هو البي تاعنا. ديكور خاطر ثاني زيد في البلا الشكل تاع البلا يشهي باش واحد ياكل اكثر. اونفا انا نقول لكم اتهلاو في روحكم ونشوفوكم في العدد المقبل ان شاء الله. بقاو دائما 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 اوفياء لينا. بسلامه. لكم هذا البرنامج برعاية خافيبس.